المباراة صعبة وشفتوها صعبة، تخي تخي زونجاجي ضد فريق شجاع، فريق شاب حسب ما شفته اليوم صراحة ما يستحقش باش يلعب يعني على البقاء. احنا فريقنا كان هناك نوع من الارهاق بحكم لعبنا مباراة قوية عن 3 ايام زيد السفر كان طويل شوية، ما قصروش الاولاد الحقيقة نتاع ربي ما قصروش واستحقوا الانتصار رغم شجاعة المنافس وقتالية المنافس. اول شيء قبل ما نجاوبك على السؤال نود نشكر الجماهير الجيش اللي تنقلت بعادات كبيرة جدا وضحات بارك الله فيه الحمد لله، يعني اهدينا نهدي لهم الحمد لله اللي قدرنا نهدي لهم 3 نقاط. بالنسبه لسؤالك يعني احنا يعني ناخذ مباراه بمباراه، ننظر الى الامام مبارياتنا نركز فيها بالانتصار 3 نقاط، واللي يعني ورانا يعني من حقه باش يدافع لاخر رمق. هذا مو شيء يعني مشكلتنا احنا، ربي يعين الناس كل المهم بالنسبه لي انا اللي نركز دائما على 3 نقاط، وبعد اللي في اخر المطاف يعني الختمه بال يعني في اخر المطاف ان شاء الله يكون يعني انتصار بالبطوله صالحنا، لاني انا قلت دائما اقول اللي البطوله ما زالت ما تلعبتش، هذا كان دائما كلامي وسوف تلعب الى اخر جولات الموسم ان شاء الله. زكريا هو لاعب مثل كل اللاعبين الكل، اذا كان هناك ضروره باش يلعب فيلعب، واذا كان الخيار عند زميله يكون عند زميله، فانا نشكره حاول يعطي كل ما عنده اليوم حتى ولو في البدايات كانت شويه اخطاء في القرار عادي جدا لانه عنده اكثر من اسبوعين او 3 ما لعبش، ثم بتقدم مباراه تتحسن مردوده اكثر وهذا اللي نتمناه له لانه لاعب عنده امكانيات كبيره جدا وخلوق جدا، واتمنى ليه ان شاء الله من مقابل مقابله يزيد يتطور مستواه ان شاء الله. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابونا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور، كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة.